بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، مع نسمات هذا الصباح الباكر ومع بدايات طلوع هذا الشفق الجميل الذي أقسم الله تعالى به، أود أن أعطيكم هذه الومضة الإيمانية القرآنية العلمية من الظواهر الرائعة جدا والتي عجز العلماء عن تفسيرها طيلة السنوات، ولكن أخيرا تم تفسيرها بحمد الله من قبل العلماء، هي ظاهرة الشفق. وهناك ظاهرة أخرى اسمها ظاهرة الشفق القطبي، حيث تتلون السماء بألوان الأخضر والأحمر والبنفسجي والأزرق والبرتقالي وغير ذلك. سبحان الله أيها الأحبة، هذه الظاهرة استعصت على العلماء، ولكن أخيرا وجدوا أن هذه الظاهرة تحدث، ظاهرة الشفق القطبي تحدث بسبب الرياح الشمسية القاتلة، بدلا من أن تنفذ عبر الأرض أو عبر الغلاف الجوي وتصيبنا هذه الأشعة القاتلة أو الرياح الشمسية القاتلة، يتصدى هذا الغلاف الجوي لها فتتبدد على، طبعا هناك غلاف مغناطيسي أيها الأحبة، الشفق القطبي الذي يعمل فيه الغلاف أو المجال المغناطيسي القوي للأرض يتصدى لهذه الرياح الشمسية القاتلة فتحترق وتتبدد وتتحول إلى أشعة جميلة. لذلك الله عز وجل لم يغفل هذه الظاهرة الرائعة جدا وذكرها في القرآن، قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أهمية هذه الظاهرة ليقسم بها مع أنها ظاهرة طبيعية؟ لماذا لم ينسبها للآلهة كما كان يفعل الناس في ذلك الوقت؟ كانوا يعتبرون أن الريح له إله، البرق له إله يدعى زيوس، المطر له إله إلى آخره. لماذا لم يقل هذا هناك إله الشفق، بل قال: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. بالفعل ركب العلماء أخيرا هذه الأطباق أو المركبات الفضائية ووصلوا إلى المريخ سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية تعتبر من آيات الإعجاز العلمي التي تشهد على نبوته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.